In the name of Allah, welcome at the Muntaza Private School. Hello, grade 4. I'm Mrs. Maya Sayed. Let's start to get your English tasks. المهام الأدائية لمادة الإنجليش. يلا بقى بينا حبايبي نبتدي مع بعض كده. النهاردة اسم الطبق بتاعنا shopping list. Your mom wants to buy things from the supermarket. بمعنى ان مامتك عايزة تشتري حاجات من السوبر ماركت. Help your mom prepare a shopping list. ساعد مامتك ان انت ايه تحضر قائمة الطعام. طبعا انا هخلي زمن الطبق في المستقبل لاني want to يعني تريد ان معنى كده ان هي لسه هتروح وهتشتري. يبقى هنخلي زمن الطبق in the future. وعلشان اخلي زمن الطبق in the future بحط will بمعنى سوف ودايما بعد will بحط وراه الverb infinitive الفعل في المصدر. طيب يلا بينا كده مع بعض هنقول ايه. اول جملة طبعا احنا هنسيب مسافة في اول الطبق وهنخلي بداية كل جملة اول حرف capital وهنحط full stop في نهاية كل جملة. اول جملة عندي Your mom wants to buy things from the supermarket. فانت هتحول your الى my. يعني هتكتب ايه? My mom wants to buy things from the supermarket. يعني ماما عايزة تشتري حاجات منين? من السوبرماركت. تاني جملة هقول هي هتروح مع اختي. يبقى she will go with my sister. وما تنساش تكبر اول حرف وتحط في نهاية الجملة full stop. طيب هي هتروح ازاي? هي هتروح بالتاكسي. She will go by taxi. طيب هي لما هتروح هتشتري ايه? هتشتري مثلا بيض ولبن. يبقى she will buy milk and eggs. وطبعا برضو مش هفكرك وهقول لك كبر اول حرف في كل جملة وحط full stop في نهاية كل جملة. Kilo of milk is 15 pounds. Carton of eggs is 24 pounds. باونز وفي الاخر she will be happy. هي سوف تكون سعيدة. وطبعا حبايبي ما تنسوش on the right هترسموا صورة بخصوص الطبق اللي عندي. فانا ممكن ارسم كرتونة لبن, ممكن ارسم علبة بيض, ارسم اي حاجة ليها علاقة بالفود والشوبنج ليست.